أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الاستماع إلى محاضرات ومواعظ الدعاة الذين حذروا منهم العلماء ونشرها بين الناس، لا سيما المحاضرات العامة في مواضع الترغيب والترهيب؟ يا إخواني، اقبلوا الحق ممن جاء به. إذا وجدتم فائدة أو وجدتم فائدة علمية، وجدتم خيرا في الكلام، فاقبلوا ممن جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من يهودي، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يقولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد، وأن يحلفوا بالله ولا يحلفوا بالكعبة. فالرسول قبل عليه الصلاة والسلام التنبيه من يهودي، فالحق يقبل ممن جاء به، الحق ضالة المؤمن يقبل ممن جاء به، أما الباطل فإنه لا يقبل. نعم.